رحمه الله. قالوا قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجو وكشل وفعل اللازم مثل قعد له فعل بالطراد كرد ما لم يكن مستجبا فعال أو فعل لم تدر أو فعال فأول لامتناع كأبا والثاني الذي اقتضى تقلبا للدا فعال أو لصوت وشمل سرا وصوتا الفعيل كصهل فعلة فعالة لفعل كسهل الأمر وزيد جزلا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجملا والسعي استعادة ثم أقم إقامة وغالبا التالزم وما يلي الأخير مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كالصدى وضم ما يربع في أنذار قد تلملم فعلال أو فعللة لفعللة وجعل مقيسا ثانيا لأولة لفعل الفعال هو المفعلة وغير ما مر السمع عادلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة غير الثلاث بت المرة وشد فيه هيئة كالخمرة. المصدر المصدر الحدث الفعل له مدلولان زمن وحدث. المصدر هو الحدث ضرب لها مدلولان زمن ماضي وحدث هو الضرب. استخرج لها مدلولان حدث الاستخراج وزمن هو الزمن الماضي. المصدر قال رحمه الله فعل قياس مصدر المعدة. قال السيبوي رحمه الله هذه الأوزان موضوعة لما لم نسمع من العربي فيه كلام. إذا لم تسمع من العربي مصدر لفعل معين الجأ إلى هذه الأقيسة لا أنك تلجأ إليها مع وجود السماع. السماع مقدم واضح. قال الثلاثي المتعدي سواء كان فعل كفهم أو كان سواء كان الثلاثي المتعدي سواء كان فعل بالكسر أو فعل بالفتح قياسه فعل. تقول فهم فهما فعل فعل وضرب ضربا فعل قياس بس قياس مصدر المعدى من ثلاثة كرد رد وفعل فعل اللازم مثل فعل اللازم بابه فعل كفرح تقول فرح فرحا جوي جوا شل شللا وفعل اللازم وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل مثل بفعل صحيح وبفعل ناقص وبفعل مضاعف وفعل اللازم مثل قعد له فعول بالطرف. فعل اللازم قياسه فعول قعد قعودا جلس جلوسا نما نموا وفعل الذي لو قعد له فعول بالطراد كغدا غدا غدوا غدوا سوى غدو ما لم يكن مستجبا فعالا او فعالا فدري او فعالا من يستحق هذه فاول الامتناع فعال الامتناع. تقول ابى اباء شرد شرادا نفر نفارا ابق العبد اباقا ما لم يكن فاول الامتناع كابى ابى اباء. والثاني للي اقتضى تقلبا اللي هو فعلان ما لم يكن فعالا او فعلان. تقول غلا غليانا غلا غليانا. والثاني اللي صدى تقلبا للدا فعال او لصوت فعال للصوت وللمرض. تقول مشت بطنه مشاء زكب زكاما وفي الصوت تقول رغى البعير رواء خار البقر خوارا واضح ماء القط مواء رغى البعير رواء ما نقول للدا فعال او لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل الفعيل للصوت وللسير. تقول ذمل ذميلا ضرب من السير رسم رسيما وفي الصوت صهل صهيلا زأر زئيرا نهق نهيقا أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل اقرأ. فعل اللازم قياس فعول إلا إذا استوجب فعال أو فعال أو فعل أدل على هذه المعاني. فعال للإباء وفعلان للاضطراب وفعال للصوت وللصوت والمرض. صدعة 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 وإذا صدعة يقال له صدعة بالتأكيد لكن فعل لم أذكره. نعم زكما زكاما نعم زكما زكما مثل قلة
لزمه هنا؟ هل هناك فعل ملازم البناء المدروس؟ نعم قال فعل لها مصدران قياسيان وهما فعول وفعل. قالوا إذا كان الوصف منها فعل يكون المصدر منها فعولا سهل الأمر فهو سهل سهولة، وإذا كان فعيل تكون فعالة ظروفة فهو ظريف المصدر ظرافة. وما أتى مخالفا لما مضى أول كثير معظم الأفعال الثلاثية قياسية. نحن قلنا فعل فعل وفعل المتعد قياس وفعل، لكن لو قلت علم حسام علم لا تقول فيها علما، لم يقل هذا أحد، تقول علما، فمعظم الثلاثة غير مقيس في الحقيقة. وما أتى مخالفا لها بابه النقل كسخط تقول سخط سخطا القياس سخطا وسمعت، ورضا تقول رضية 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 القياس فيها القياس فيها رضية فاعلة القياس فيها رضا رضا كجوية جوا، لكن قالوا فيها رضوانا. فأنا قولي وما أتى مخالفا لها بابه النقل كسخط ورضا. كذب كذب تقول كذبا كذب كذبا كذب القياس فيها فعل فعل لازمة القياس فيها فعل لا يقال فيها. هذا نقل ما أتى مقارن هذا فبابه النقل كسخط ورضا.